تراس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنه العليا لشؤون المشاركه مع القطاع الخاص وذلك بحضور وزراء التربيه والتعليم والتخطيط والتنميه والماليه والتنميه المحليه والاسكان والنقل والتجاره وشهد الاجتماع الموافقة على طرح عدد من المشروعات المقترح إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من بينها مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان وذلك من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعشر من رمضان وإعادة ملكية أصوله إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته على أن يتم تنفيذه عن طريق مشاركتها في في العائد مع القطاع الخاص